يا كابتن ربي. حماده، وجود اوباما سريعا عشان هنروح للملعب. بص، وجود اوباما النهارده، اوباما عنصر مهم، والنهارده اوباما هيكون ليه دور مهم في فوز نادي الزمالك. اوباما لعيب كبير، ولازم اوباما يستغل المساحات الفاضيه، لان زي ما قال احمد عيد ان في اتنين في نص الملعب هيلعبوا على اتنين مع الثلاثه السرد باكات. لازم اوباما يبقى فيرويد تاني، يبقى دايما قريب من الجزيري. اوباما لا غنى عنه في فريق الزمالك، بس لو ما تدلعش لازم تلعب يا اوباما، تلتزم وتركز. انت لعيب كبير، لكن لو هتتدلع احنا مش عايزين ندلع على اي لعيب في نادي الزمالك خالص.